أعزائي المشاهدين مشاهدي كوسموس ميديا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على كل منصاتنا الاجتماعية، على موقعنا الإلكتروني. شعارنا دائما على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ولأنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة، لدينا اليوم حوار خاص مع لوري هايتيان، وهي مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية. حديثنا اليوم باش يتركز على الانتقال الطاقي في علاقة بالعدالة البيئية، وشفتونا في أكثر من مناسبة نحكيه على العدالة البيئية، ولكن ما علاقة الصناعات الاستخراجية بالعدالة البيئية؟ أهلا وسهلا لوري. أهلا فيك، مرحبا بك في تونس. شكرا، يسعدني أكون معكم إيه مع كوسموس. نورتنا يا للا. ولوري، أنتم قمتم في العام الماضي بمجموعة من الندوات الافتراضية الإلكترونية من أجل الحديث على الانتقال الطاقي، سواء في تونس أو غيرها من بلدان العالم العربي وشمال إفريقيا. كيف يسير الانتقال الطاقي اليوم في بلداننا؟ هل هو انتقال متعثر أم أنه هناك وتيرة متسارعة نحو التوجه لهذه الطاقات البديلة في ظل التغيرات المناخية؟ طبعاً لنبدأ لنقول أن الندوات الافتراضية التي قمنا بها ومستمرون بالقيام بها هي ندوات باللغة العربية، وكان ضروري أن نقوم هذه الندوات باستضافة الخبراء من المنطقة وباللغة العربية لنتمكن من توصيل الأفكار وتوصيل أهم المبادئ العامة للانتقال الطاقي العادل وأهمية الانتقال الطاقي، ما معنى الانتقال إلى اقتصادات مبنية أكثر على الطاقات المتجددة وغيرها. كان ضروري أن نتكلم بها باللغة العربية للمواطن العربي والمواطنة العربية ليفهموا أن هذه قضية تهمنا نحن وليست قضية جاءت من الغرب مسقطة علينا، لأن شعرنا في بعض الأحيان كان هنالك نوع من إذا بدك في الذهنية العربية وذهنية في منطقتنا أنه ما هذا الموضوع حول الانتقال الطاقي، ما موضوع أن نتوقف من استعمال الأحفوري يعني النفط والغاز وأن ننتقل إلى استعمال وقود أخرى، كل هذا يعتبرونه جاء من الغرب إلى منطقتنا. فكان ضروري وقمنا بهذه الندوات، وبالتالي النتيجة إذا أردت أن نتكلم عن النتيجة، هنالك فهم لمنطق الانتقال الطاقي، المواطنون والمواطنات في منطقتنا يشعرون بالتغير المناخي، يبقى أن نربط بين التغير المناخي والانتقال بمجال الطاقة، وهذا ما حاولنا أن نقوم به ونحاول أن نقوم به. نقول أنه التغير المناخي اليوم بسبب زيادة الانبعاثات، وجزء من هذه الانبعاثات جزء مهم منها تأتي من الوقود الأحفوري من إنتاج الفحم والنفط والغاز، لذا علينا أن نحد من الانبعاثات أو عبر يعني العمل على تكنولوجيات الحد من انبعاثات الكربونية التي تأتي من قطاع النفط والغاز، أو حتى التوقف من إنتاج النفط والغاز، وهذا طبعا يتطلب تغير كامل للاقتصادات العالمية التي لحد اليوم هي تعتمد على قطاع النفط والغاز. ونعرف أنه الدول يعني اليوم الاقتصادات العالمية بعدنا بحاجة إلى 100 وأكثر من 105 مليون برميل في النهار لتقوم العجلة الاقتصادية، وبالتالي الطريق طويل أمامنا. وتسألين عن إنه المنطقة إنه إذا هي تتسارع الانتقالات في المنطقة أو لا. أولا نقول إنه لكل بلد انتقاله الخاص، يعني عندما نتكلم energy transition نحن نتكلم energy transitions يعني انتقالات للمجال الطاقي حسب كل بلد قدراته وحسب إمكانياته. النقطة الثانية التي لفتتنا من خلال الندوات هي أن المنطقة لديها حاجات كبيرة للانتقال بالمجال الطاقة، ولكن إمكانات المالية هي هون التفاوت. يعني في هنالك الكثير من الدراسات تتكلم بين 250 مليار دولار حاجات المنطقة للانتقال إلى تصل إلى 500 مليار، يعني كميات كبيرة، ولكن فقط تقريباً 6% من هذه الحاجات نستقطبها في المنطقة، وأيضاً بطريقة متفاوتة. يعني المغرب من الدول التي تستقطب الاستثمارات للتحول الطاقي، الأردن، مصر،
وإلى حد ما تونس والمناطق والبلدان الأخرى في المنطقة، ما عدا نتكلم عن منطقة الخليج لأنها اليوم هي بحالة متغيرة عن منطقة لأنه لديها إمكانات مالية، ولكن نسبة للآخرين هنالك تفاوت بالقدرة على جذب الأموال للانتقال الطاقي، وأعتقد هذا ما سوف نستمر فيه بالمرحلة المقبلة بالندوات الافتراضية نقوم فيها في دراسة هذا الموضوع تحديداً وكيفية استقطاب الأموال، وأيضاً الأهم والأهم والعزيز على قلبنا هو ما هو دور المجتمعات المحلية ودور النساء في هذا الانتقال الطاقي، لأنه لا نريد أن تكون النساء أو المجتمعات المحلية هي الخاسر الأكبر من الانتقال الطاقي، نريد أن يكونوا هن هم الرابحون. طيب إذا ما تحدثنا بالأرقام، ما الذي من الرقم الذي يمكن أن نقوله اليوم في الانتقال الطاقي في بلداننا العربية؟ إلى أي نسبة وصلنا؟ لأنه كثيراً ما نتحدث عن الطاقة المتجددة ولدينا الكثير من الطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية أيضاً تلقي بظلالها بشكل واضح جداً على مجتمعاتنا في العالم العربي، ولكن ما هي نسبة الانتقال الطاقي العمومية عموماً يعني؟ شوفي، نحن بالمنطقة العربية هنالك طبعاً البلدان لديها أهدافها، وخاصة الأهداف الواضحة هي تكمن في الـ energy mix إذا بديك في قطاع الكهرباء، لأنه عندما نتكلم انتقال طاقي هو عدة أجزاء، جزء منه هو كيفية تحول الطاقات، يعني كيفية تحول الكهرباء أن تكون من الطاقات النظيفة المتجددة، يعني البلدان التي تستعمل لنقول الفحم لإنتاج الكهرباء عليها واجب أن تنتقل إلى طاقات أنظف. في بعض البلدان تعتبر أنه الغاز الطبيعي هو من المواد أو الطاقات النظيفة، البعض يقول لا هي مثل الآخرين تلوث، وخاصة أنها تستخرج الميثين يعني الانبعاثات الضارة كمان، وبالتالي بالكهرباء لنقول هنالك تفاوت في البلدان كمان بقدرتها على استخدام الطاقات النظيفة واستخدام الغاز للانتقال بإنتاج طاقة كهربائية نظيفة. الانرجي ميكس مختلفة، يعني المغرب لديها أهداف عالية تحاول أن تصل إليها، في بعض البلدان مثل لبنان ليس لديهم حتى كهرباء، يعني تكون عندهم القدرات على أن يكون لديهم يعني طريقة فعالة في إنتاج الكهرباء. في الخليج لديهم الكثير من المشاريع التي يقومون بها، يعني مثلا السعودية لديها طموح أن تصل إلى 20 جيجاوات مثلا من الإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ولكن إجمالا نقول أن النسب هي ليست بعالية أبدا، فقط إذا تكلمنا بقطاع الكهرباء اللي هو low hanging fruit مثل ما بنسميه، يعني يعتبر اليوم هو الضغط على أن التحول بمجال الطاقات المتجددة في الكهرباء، وبعد ننتقل إلى النقل إذا بدك، يعني للسيارات والشحن والشحن البحري والبري وحتى الطيران والصناعات الثقيلة، يعني ها هي إذا بدك ثلاث يعني عواميد أساسية علينا أن نعمل عليها لننظفها من الأحفور، ويكون إنه اعتمادها أكثر على مواد غير انبعاثية يعني تضر. نعم بالبيئة. طيب ما هو دور الشركات الوطنية للنفط في هذا؟ هناك دائما معادلة صعبة جدا بين الهاجس البيئي وهاجس الصناعات الاستخراجية، سيما منها الصناعات التي تعتمد على الطاقات غير المتجددة، كيف يمكن أن نقيم هذه الموازنة، وما هو دور الشركات الوطنية للنفط في ذلك؟ يعني سؤال حلو، لأن هناك كمان في المنطقة في منطقتنا يعني شمال أفريقيا أو منطقة العربية يعني ما نسميها الشرق الأوسط، هناك تفاوت كمان في البلدان، يعني نحن ما نرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنالك الدول المنتجة للنفط والغاز، وهنالك حتى من ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز عندك تفاوت، يعني عندك دول الخليج كما الإمارات العربية والسعودية لديهم قدرات فائقة
وقدرات مؤسساتية مالية تختلف مثلا عن قدرات العراق والجزائر اللي هن كمان منتجين. وبالتالي من داخل المنتجين للنفط والغاز هنالك تفاوت. هناك الدول الغير منتجة للنفط والغاز ولكن لديها عبء مالي لأنها تشتري هذا النفط أو الغاز لحاجاتها الاقتصادية. مثل تونس مثلا. مثل تونس. وبالتالي هنالك اختلاف بالقدرات واختلاف في الحاجات واختلافات في الرؤية. منشان هيك نتكلم عن اختلاف يعني عن التحول الطاقي المختلف، الطاقات المختلفة أو ترانزيشنز المختلفة. الشركات الوطنية في البلدان حيث الإنتاج كبير، يعني الدول المنتجة للنفط والغاز والتي لديها شركات وطنية، في هذه الحالة هو يعني السؤال الكبير كيف تتحول هذه الشركات الوطنية من أن تكون مساهم في الانتقال الطاقي ولا تعرقل الانتقال الطاقي. لأنه بالنتيجة وقت نتكلم عن انتقال طاقي نتكلم أن هذه الشركة التي تعتمد في سياستها الاقتصادية وهي يعني البزنس موديل تبعها هو على إنتاج النفط والغاز، وتقولين اليوم سوف تنتقل سوف تغير البلاد من التمركز على النفط والغاز إلى أمور أخرى، قد تتحول الشركة الوطنية إلى معارض. وبالتالي كيفية تعامل الدول مع شركات الوطنية لتساعد في الانتقال الطاقي وألا تعرقل. والأهم من كل هذا رأيناه في كوب 28 في الإمارات. بالفعل هذا هو سؤالي الموالي. شفناكم حاضرين بقوة في الكوب 28 وكان الحديث حول أهمية هذه الشركات الوطنية للنفط في أن نحقق هذه المعادلة البيئية، ونحن نتحدث عن الصناعات الاستخراجية. كيف كان النقاش وما هي الالتزامات التي قامت بها ربما بعض الدول، وما هي أبرز الدول التي نجحت في أن تكون شركاتها الوطنية مساهمة في الحفاظ على البيئة؟ يعني كان هنالك يعني قرار مهم جدا اتخذ، يعني من القرارات المهمه التي اتخذت في دبي كان اعلان ما سمي بالاويل اند غاز ديكربونايزيشن تشارتر. سو يصعب علي هلا ترجم لك باللغه العربيه، ولكن هذا التشارتر او اذا بدك انه في اكثر من 50 شركه وطنيه وغير وطنيه، يعني شركه نفط وطنيه وحتى الشركات الدوليه لصناعه لانتاج النفط شاركت في هذا التشارتر، والتي تقول انه على هذه الشركات ان تقوم بما يسمى بالديكربونايزيشن لمنتوجها، وبالتالي يعني ان تساهم في تقليل من الانبعاثات. وبالتالي اذا ارادت اذا لديها الامكانيه مثل السعوديه والامارات لديها الامكانيه ان تبقى الى اخر نقطه نحن بحاجه الى للنفط والغاز في الاقتصاد العالمي. نحن ما نسميهم باللغه الانجليزيه last producing countries، يعني قادرين انه هن يلبوا حاجات المجتمع الدولي كله في النفط والغاز وحاجات طبعا، وهن لديهم القدره لانه اولا low cost يعني تكلفه الانتاج قليل جدا، ولحد اليوم الانبعاثات الكربونية منها قليلة، وهم يسعون أن تكون بعد أقل. وبالتالي بين أن تكون منتج قليل الكلفة وأن يكون انبعاثاتي قليلة وبعد أقل، وبالتالي تكونين أنت في المستقبل وتتنافسين في الأسواق العالمية وتستطيعين أن تبقي لمدة أطول. هذا ما كانت تريده الإمارات والدول المنتجة للنفط والغاز، كانت تعتبر أنه الحملة التي كانت تحصل ضدهم أنه يجب التوقف من إنتاج النفط والغاز لنتمكن من الوصول إلى الأهداف المناخية، وخاصة إلى توقيف يعني ارتفاع الحرارة إلى 1.5 بالدرجات، علينا أن نتوقف بالإنتاج. الدول المنتجة للنفط والغاز كانت تقول لا، نستطيع أن نستمر ولكن علينا أن نستثمر في التكنولوجيات التي تساعدنا على التقليل من الانبعاثات. وهذا ما اعتبروا أنه هذا بمجرد ما عملوا هذا الجروب إذا بدي من الشركات أن تدخل في هذا التشارتر هو أن يتمكنوا من العمل على الاستثمار في كل التقنيات التي تساعد على التقليل من الانبعاثات والقضاء على الانبعاثات أو التسفير، يعني يعملوا نيوترل ليتمكنوا من استعمال هذا النفط والغاز طالما أنه الاقتصادات العالمية بحاجة لها. يعني بالتالي يقولون لا تستطيع أن تحارب المعروض السبلاي عندما ليس لا تخفف من الطلب، يعني على الطلب والمعروض أن يمشوا سويا لكي لا نخلق أزمة عالمية
انه وقت يكون في معروض اقل والطلب اعلى، حينها يكون سعر النفط والغاز عال جدا وغال جدا، وهذا مضر للاقتصادات. وبالتالي يقولون عليك العمل كثيرا على ان تخفف من الطلب، حينها اوتوماتيكيا المعروض يضطر ان يخفف لانه ليس من طلب هنالك. ولكن المشكلة يعني الخوف التي لدى الشركات الوطنية كانت وشركات العالمية المنتجة مع الجهات البيئية والمناخية المطالبة بالوقف من إنتاج النفط والغاز، كان على المدى المتوسط لبعيد إذا لم نعمل على تخفيف الطلب وخففنا فقط المعروض سوف نصل إلى وقت يكون هناك أزمة اقتصادية بسبب أسعار النفط التي سوف تكون عالية لأنه الطلب أكثر من المعروض. وهذه النقاشات كلها حصلت في كوب 28 وتستمر بالنقاش بين الذين يعملون في مجال الطاقة والمنتجين للطاقة نفط الغاز وبين المناخيين وبين البيئيين. ضروري هذا النقاش للوصول إلى الأهداف المرجوة. طيب يبدو أنها معادلة صعبة بالفعل أن نصل إلى مثل هذه الالتزامات أو تحقيقها حتى على أرض الواقع، بالنظر إلى أنه هناك دول لم تنجح في ذلك. ولكن إذا طلبت منك أنك تعطيني مثال لدولة نجحت في تحقيق هذه المعادلة واستطاعت أن تخفض من انبعاثاتها الغازية وتلتزم بالتزاماتها البيئية وهي تستثمر في مجال الطاقة وفي مجال الوقود الأحفوري أو كذلك حتى الشركات النفطية، ما هو المثال الأنجع والأجدى الذي يمكن أن نتبعه هنا؟ شوف اليوم الحقيقة ما نرى أنه الأمثلة التي نراها على التي تستطيع أن تصل إلى نوع من هذا التوازن هي الدول الإسكندنافية. وبالتالي يعني نعرف أنه يمكن قدراتنا ليست كقدرات الدول الإسكندنافية، ولكن أقله لديك ما تنظرين إنه للسعي للعمل عليه. أنا أعتقد أنه لمنطقتنا نحن بشمال أفريقيا والشرق الأوسط هنالك حاجة أن يكون في وعي مجتمعي أولاً، وأن يكون هنالك ثانياً رؤية عند الدولة، وعلى الدولة أن تشارك هذه الرؤية مع المواطنين، وبالتالي يكون هنالك شراكة على المستقبل، لأن المستقبل محفوف بالكثير من الانسرتينتيز مثل ما نقول، لا شيء مؤكد، كل تغيرات تحصل وهنالك تخبطات، يعني حرب من هنا حرب من هناك، اقتصادات تضررت خاصة بعد كوفيد وكل هذا. فهنالك حاجة للدول وخاصة للدول التي كان لديها نفط وغاز إن كان بنسب عالية أو بنسب أقل، ولكن رأت السلبيات من قطاع الأحفوري وطريقة إنه إدارة قطاع الأحفوري، عليها أن تتعلم من الماضي. واليوم أعتقد أن هنالك ضرورة أن يكون هنالك رؤية واضحة عند الدول وأن تشارك مجتمعها ومواطنيها بهذه الرؤية، وأن يعملوا سويا على تطبيق هذه الرؤية، وأن يكون هنالك تعامل يعني مجتمعي مع هذه التغيرات، وأن يكون هنالك يعني إذا بدك قدرات مؤسساتية لدى الدول أن تنفذ هذه الخطط لتتمكن أقل. يعني أنا أعتقد اليوم مشكلة أساسية بعد الرؤية، في بعض الأحيان ليس من رؤية، هي الأموال. لاستقطاب الأموال عليك أن يكون لديك دوسيه جاذب للمستثمرين ليأتوا ويستثمروا في قطاعاتك، وهذا يساعد على توسيع الاقتصاد وعلى بناء اقتصاد مبني على نسميه الجرين إيكونومي إلى ما هنالك، مع مهم خاصة يعني بالنسبة لتونس مثلا بما أنه نحن موجودين هون، أن يكون هنالك حاضنة مجتمعية. يعني ضرورية الحاضنة المجتمعية لأي مشاريع جديدة للا يتم توقيف هذه المشاريع، ونحن نعرف في البلاد هنا الكثير من المشاريع قد تتوقف بسبب أنه مخاوف عند المجتمعات المحلية، وكل هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن لن يكون يعني ركائز من ركائز مجتمع باقية خارج هذا التطور الضروري. نعم، وبالفعل وأنت تتحدثين عن الحاضنة المجتمعية يمكن أن نتحدث هنا عن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كرافد من روافد التوعية نحو التوجه نحو هذه السياسات في خلق طاقة مستدامة وخضراء يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية المطروحة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. سؤالي هنا كيف يمكن العمل من
من خلال وسائل الإعلام ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأن نخلق هذا الوعي داخل المجتمع. متفقين أن هناك سياسات سواء وطنية أو دولية وهناك إرادة سياسية يجب أن تتوفر، ولكن إرادة الشعب أيضا وإرادة المجتمع ضروري أن ترافق هذه الإرادة السياسية. كيف يمكن أن نشتغل على ذلك؟ وهل تقوم وسائل الإعلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالتوعية وعلى الأقل حتى خلق الوعي والمفاهيم اللازمة من أجل أن نفهم كيف يمكن أن أكون أنا كمواطن شريك في هذه الاستراتيجيات المستدامة ونحن نتحدث عن ملف الطاقة والصناعة الاستخراجية ككل؟ طبعا أول شيء يعني مثل ما قلتي الإعلام هو يلعب دور إذا بدك مثل الجسر بين المواطن والمسؤولين، وبالتالي يوصل صوت المواطن إلى المسؤولين ويوصل سياسات المسؤولين إلى المواطن، وبالتالي هذا الجسر يجب أن يكون متين. وبالتالي لهذا الجسر أن يكون متين الجسم الإعلامي ضروري أولا أن يكون على اطلاع بالملف، لأنه هذا الملف ليس بملف سهل ولديه الكثير من التقنيات والكثير من التشعبات، وبالتالي على الإعلاميين والجسم الإعلامي أن يكونوا على اطلاع ويطلعوا بكل جديد يحصل بهذا الملف، وبالتالي هذا جزء أساسي. من بعدها طبعا أنه عليهم أن يلعبوا هذا الدور التوعوي على أنه إفهام المواطنين ما هي كل الإحاطات التي يجب أن يقوموا بها بملفات كهذه الملفات، وعند المسؤولين أن يسألوا الأسئلة الصعبة عند المسؤولين ليكون هنالك وضوح أيضا من قبل المسؤولين يوضحوا للمواطنين. وبالتالي هذه هي ما أنا ما أرى، يعني أنه بين الإعلام يكون متمكن من معلوماته وأن يكون بإعطاء المعلومات الصحيحة للمواطنين ليكون لديهم الفكرة الصحيحة، ومع المسؤولين أن يكونوا بنائين في الانتقاد أو بسؤال الأسئلة الصعبة ليتمكنوا من استخراج المعلومات اللازمة من المسؤولين لنفهم ما السياسات التي يعتمدونها بما يخص مستقبل الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، وبالتالي أنت تجمعين الطرفين في من خلال مساحتك التي أنت تخلقينها لخلق الوعي من هون ولتقوم الحكومات بالتشارك مع المواطنين بكل ما تفعله. ولكن هناك أيضا همزة وصل أخرى وهي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التي يمكن أن تكون طرف أيضا في تحقيق هذا الانتقال الطاقي نحو طاقات خضراء متجددة قادرة على أن تقينا تبعات أو على الأقل تساعدنا على التأقلم مع التغيرات المناخية المطروحة. ما هي أهمية المجتمع المدني هنا في تحقيق هذه الموازنة؟ المجتمع المدني طبعا نحن دائما نقول أنه هنالك دور أساسي للمجتمع المدني ليكون هو أيضا مثل ما يلعب الإعلام دوره الجسر، أنه هذا الجسر الآخر يعني، وهو أن يكون مجتمع مدني يعمل مع المجتمعات على التوعية، على العمل سويا، على سماع صوتهم، على وضع الهواجس التي لدى المجتمعات المحلية، لوضع دراسات مهمة أيضا، وخاصة المجتمع المدني حاليا يعني بالوضع اللي نحن فيه ضروري أن يقوموا هن بالدراسات، وضروري أن يأخذوا المعطيات ويضعوها بالكونتكست الوطني، ضروري هذا العمل، ولا نتكل فقط على الدراسات التي تقوم فيها جهات خارجية وإلى ما هنالك، لأنه حاليا هنالك الكثير من المخاوف أنه كما قلت في أول الحديث أنه هذه مفاهيم غربية تأتي علينا، وأن هنالك نوع اليوم من الاستغلال الغربي لمواردنا، واليوم حتى أصبحوا أنه يريدون استغلال مثلا الشمس الهواء في بلادنا تصديره أصلا يعني أحيانا. مشان هيك هذه ضرورة لتفادي نوع من هذا الكلام أو من هذا إذا بدك أنه يعني بتعرفي نحن منحب الدول الشعوب بتحب دائما انه المؤامرات والى ما هنالك، لكي لا تاخذ يعني مثل ما بنقول انه الناراتيف المؤامرات هي ان تكون مسيطره على السرديه الواقعيه السرديه المناسبه لنا على
المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدراسات التي تقوم بالدراسات والثينك تانكس يعني بالدول العربية من تونس وغير بلدان أن تقوم هي بالدراسات وأن تقوم هي بالتحليل أن تقوم هي بإعطاء الداتا أن تعمل على هالرو ماتيريال ليطلع لنستخلص نحن العبر من مثل نحن. يعني هل يمكن أن نقول أنه الجدال الآن الحاصل بشأن الهيدروجين الأخضر مثلا هناك الكثير من الكلام الذي يقال والذي نحتاج أن يكون مدرجا علميا وبطريقة مدروسة، هل يمكن أن يكون هذا ينطبق مثلا على النقاش العام حول الهيدروجين الأخضر؟ طبعا يعني اولا على مثلا في هذا حاله الهيدروجين الاخضر دراسات ان تقوم فيها معاهد في تونس وطبعا لديهم الكفاءات ان كانوا ونحن استضفنا باحدى الحلقات عن خلال ندواتنا استاذه جامعيه يعني لديها كل القدرات ولديها كل الفهم لهذه المواضيع استضفناها وتكلمت عن الهيدروجين وتكلمت عن غير يعني الاساليب الجديده والريسيرش اتسترا المحاطه بهذا الموضوع. فضروري ان تكون هنالك دور للجامعات ودور للثينك تانكس ان تقوم بهذه الدراسات العلميه حول موضوع مثل الهيدروجين الاخضر وتستنتج وتقول انه هذه هي فوائدها وهذه هي مخاطرها لنتكلم عن المخاطر اذا راينا ان الدوله هي رات انه عليها ان تستثمر في الهيدروجين الاخضر لانه تعتبر انه لديها قدره لديها موقف استراتيجي قوي قد يدعم موقفها وقد يساعدها اقتصاديا وهي تريد استخلال هذا الموضوع وبالتالي هذا توجه سياساتي حكومي يدعمه دراسات محلية من أكاديميين ومن جهات بحثية داخلية ويصلونها للإعلام والإعلام يصلها إلى المواطن وبالتالي المواطن يفهم ما هي الفوائد وما هي المخاطر ويكون هذا جامع موضوع جامع للشعب التونسي على أنه إذا صار في تطبيق لهذه المشاريع أن تكون هنالك استفادة للمواطنين وللشعب التونسي ولا يكون فقط أنه مشاريع هي فقط تلبي حاجات الخارج. طيب هذا الأسلوب العمل اللي بنسميه إنكلوسيف يعني أنه كل الأطراف نعم. هي شريكة بصنع القرار في التفكير في الإنتاج المعلومة وفي التطبيق هذا هو أعتقد أنجح مثل لتطبيق هذه المشاريع. إذن لوري هيتيان أعتقد أن المعادلة اليوم بين الجانب البيئي وجانب الصناعة الاستخراجية صعب في إيجاد هذه المعادلة بين مؤسسات المجتمع المدني بين المواطن كمواطن شريك وبين سياسات الدولة، ولكن أعتقد أن مسألة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية هي التي يمكن أن تلعب دور كبير في تحقيق هذه المعادلة. هل لدينا شفافية في مجال الصناعة الاستخراجية في شمال إفريقيا ومنطقة العالم العربي؟ شوف اليوم يعني نحن موضوع الشفافية هو أساسي لكل شيء يعني أساسي هو بالبنية الأساسية لتعامل الحكومات مع مجتمعاتها وفي كل المنطقة يعني في كل المنطقة وأعتقد حتى عالميا اليوم نرى أن هنالك قليل من الثقة من المواطنين تجاه حكوماتهم وبالتالي لزيادة نسبة الثقة لازم أن يكون هنالك شفافية في التعاطي وخاصة بموضوع أساسي مثل موضوع الانتقال الطاقي لأنه انتقال يعني في تغير ما سوف يحصل مما نعرفه اليوم لشيء آخر وبالتالي في مرحلة الانتقال هنالك الكثير من الأسئلة التي يسألها المواطن عن كيف ستتغير حاله كيف سيتأثر كيف سيستفيد من هذه الانتقالات إلى ما هنالك وطالما المواطن لديه أسئلة وليس لديه جواب سوف يكون من المعارضين أشد المعارضين وهنالك سوف يكون علاقة متشنجة بين المواطن وحكوماته والسياسات التي تعتمدها الحكومات مش لذا نحن نعتبر أن منسوب الشفافية يجب أن يكون عالي جدا وأن تكون هنالك أن يكون هنالك تواصل بين الحكومات وبين المواطنين على ما ينتظرهم من تغيرات مثلا نعطي مثال نحن عندما كانت في الفترة الأخيرة وقت السعودية اليوم تعيش من أهم تحولاتها من الاعتماد على النفط والغاز إلى الاعتماد أو إلى بناء اقتصاد موازي لاقتصاد المبني على النفط والغاز يعني هي اليوم السعودية تبني اقتصاد جديد مبني على السياحة والثقافة والمدن الذكية وإلى ما هنالك في مرحلة
كان هنالك دائما تصاريح من مسؤولين من أعلى المسؤولين يقولوا أنه نحن ما عاشاه أجدادنا سوف يكون غير ما أنتم عشتم، التسهيلات التي كانت لدى أجدادنا غير التي اليوم أنتم سوف تكون لديكم أو في المستقبل، لأن الأمور تتطور وكانوا على يعتمدون التواصل وتفسير ما التغيرات التي سوف تحدث. أنا أعتقد هذا الأسلوب يجب أن يعني أن يكون معتمد عند الجميع، وخاصة في منطقتنا على أن يكون هناك تواصل دائم بين الحكومات ومجتمعاتها، وتقول كل مرحلة بمرحلتها ما هي صعوباتها وما هي الفوائد، وأن يشعر المواطن أن الطبقة السياسية هي يعني شفافة وصريحة مع ما تقوم فيها ولديها القدرات على تنفيذ المشاريع لصالح المواطن، وهذه هي الطريقة لاستمالة المواطن ليكون داعم للمشاريع التي طيب. سوف ذكرتي تأتي. السعودية كمثال جيد للتواصلية بشأن الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ما هو وضع تونس؟ أعتقد أنه أحياناً هناك أبواب مغلقة أمام حتى نحن الإعلاميين في مسألة الصناعة الاستخراجية، وهو ما خلق في أكثر من مناسبة امتعاض وكذلك احتجاجات حتى على خلفية مسألة الصناعة الاستخراجية. خلينا بس وضح وتقول انه التواصل الاسلوب التواصل اللي استعملته السعوديه مش يعني انه شفافيه في الصناعات الاستخراجيه على تاثير ان هنالك تغيرات تقوم فيها السعوديه بتهيئه الشعب وتهيئه المواطن تقوم بتنوع في الاقتصاد والى ما هنالك، ولا سوف يكون هنالك تاثير. يعني انا يعني بدات العمل في تونس بال 2013، وكانت بداياتنا كمعهد حوكمة الموارد الطبيعية حتى وقت كان هنالك الدستور، يعني كان يكتب الدستور، وأذكر أن كان موضوع النقاش حول الشفافية في العقود وإلى ما هنالك، وبعدها حتى عملت على موضوع هل يجب على البرلمان أن يكون لديه القدرة على موافقة على العقود إلى ما هنالك، وتتبعت الأمور التي حصلت، وأعتقد أن هنالك أمور جيدة حصلت في قطاع النفط والغاز في تونس من خلال الشفافية، يعني كان هنالك خلق صفحات للداتا وإلى ما هنالك وإلى ما هنالك. أسلوب الشفافية ليس فقط على موضوع الصناعات الاستخراجية، كما قلت أسلوب الشفافية واعتماد الشفافية وهو وكيفية إدخال المداخيل من كل الاقتصاد كيفية الاستثمار إلى أن هذه كلها من أسس الحوكمة الرشيدة بغض النظر عن إذا كانت في قطاع النفط والغاز أو كانت بغير قطاعات. وبالتالي أعتقد اليوم حتى أصبحنا أنه على أنه اليوم تونس أنه من البلدان التي تعتبر أنها تستطيع أن تستفيد من هذه الأجواء الجديدة التي تتكلم عن الانتقال الطاقي، وتستطيع أن تكون هي جزء لا يتجزأ استراتيجي من هذا يعني إذا بدك تقولي من الأجواء العالمية حول ما هي مصادر الطاقة الجديدة وكيف نستطيع أن نستفيد من هذه الطاقات المتجددة، إن كان يعني تونس مثل المغرب مثل مثلا مصر يحاولون أن يكونوا لاعبين أساسيين في هذا العالم، يعني مع الكبار يعني في الغرب وغير أماكن أن يكون لديهم المكان في مستقبل الطاقات، وهذا ما يجب أن يكون التوجه والعمل عليه. ولكن طبعا أول شيء تكون استفادة المواطن يعني في البلاد، ومن بعدها أي أمور يعني تستفيد فيها بلدان أخرى اتترا أنه طبعا تكون هي إضافية، ولكن لازم التفكير أن يكون أنه موقع استراتيجي في الطاقات المستقبلية الهدف الأساسي إفادة البلاد، وطبعا العلاقات الاستراتيجية العالمية مع أطراف أخرى كأوروبا غيرها هي أساسات كمان من اللعبة السياسية العالمية والعلاقات الخارجية، يعني ما في يكون فقط أنه أنت يعني علاقات جيدة عالميا وضعك الاستراتيجي عالميا يساعد طبعا كمان في تقوية المجتمعات وتقوية الحكومات. نعم لوري هايتايان، أعتقد أنه اليوم أيضا يمكن أن نتحدث على هذا التمشي العام نحو أنه بلداننا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي ضحية لاستغلال موارد
بيئية وطبيعية موجودة في مجتمعاتنا. والملمح العام أن بلداننا غنية بالمعادن، كل أنواع المعادن، ولكن هذه المعادن لا تعود بالجانب التنموي والاقتصادي على مجتمعاتها، بل هناك توجه عام أنها تستغل من الغرب. هل حقيقة نحن بمعادننا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط نستغل من الغرب؟ وكيف يمكن أن نخرج من جانب الضحية إلى جانب المنتج والمستثمر والمستهلك لهذه المعادن حتى تعود بالنفع على مجتمعاتنا الداخلية؟ هذه معركة يعني أصبحت واضحة المعالم، يعني وشمال أفريقيا وأفريقيا ككل هي من الأصوات يعني القوية التي تخرج، وإذا بدك Global South مثل ما بنسميه، على أنه نريد نحن اليوم أن نغير هذا النهج الذي استعمل في السنوات الماضية من الحرب العالمية الأولى والثانية وبعدين عندما صار في تركيب هذا الاقتصاد العالمي، ونريد أن نغير هذه المفاهيم. وأصبحت المجتمعات المحلية والمجتمعات الوطنية في إذا بدي Global South أصبح في جنوب العالم يعني أصبحت واعية أكثر على حقوقها، أصبحت لديها القدرات الإدوكيشن يعني enough educated كلهم خريجي جامعات ولديهم نظرات ولديهم القدرات ولديهم سكيلز ليكونوا ليرفضوا الاستغلال الذي كان يحصل في الماضي. والغرب يفهم هذا الشيء، يعني أنا حيث اليوم أقيم في بلجيكا يعني في قلب العاصمة، هي قلب العاصمة الأوروبية، يعني الكثير من الكلام من الشركات الأوروبية من الحكومات الأوروبية التي تقول نحن نفهم هواجس المجتمعات وعلينا أن نبني الاتفاقات لتكون win-win، وهذا جيد. ولذا على المجتمعات المحلية هنا أن تواكب هذه الأحداث التي تحصل، وهذه النية في الغرب أن يكون win-win، أن تواكب تواكب حكوماتها لتضغط عليها أن يكون بالفعل win-win، وأن يكون للمجتمعات المحلية القدرة على التأثير على قرارات حكوماتها لتتأكد من أن هذه المشاريع تفيدها، ولكن أيضا أن تعلم أنها قد تفيد الآخرين كمان، وهذا هو الوين-وين، يعني الاستفادة للطرفين، وليس كما كان يحصل قبل كما قلتي استغلال الموارد، وأنت تقولين دولة لديك الكثير من الموارد ولكنها لم تساعد على تعزيز الاقتصاد. وهذا هنا دور، أرجع أعيد، دور المجتمعات المحلية ودور القيادات في البلاد أن تكون واعية لهذا الأمر، وأن تكون في قدرتها على التأثير على أي اتفاقات تقوم فيها حكوماتها. وطبعا يعني لنتعلم مما تعلمناه في قطاع النفط والغاز، أنه في هذه الأحوال الكثير من الوقت كانت يعني مثلا عندما يرفض بلد ما أنه هو أن ينشر اتفاق ما، كان يكون هنالك حملة على البلد الغربي لجبره على نشر الاتفاقات، وبالتالي أوتوماتيكيا تنشر الاتفاقات في البلدان الأخرى. وأعتقد أنه اليوم لنرجع إلى موضوع الشفافية، موضوع نشر أي اتفاق هو أساس لهذا النوع، لنتأكد من أن الاتفاقات تكون لمصلحة الشعوب أولاً وبعدين لمصلحة البلدان التي تريد الاستفادة. طيب، أنت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية، ما الذي حققه هذا المعهد في اشتغاله خاصة على الملفات في تونس؟ ونحن هنا في تونس في الحقيقة، ما الذي يمكن أن نقول أنه كان قصة نجاح للمعهد واستطاع أن يغيره، سواء تشريعيا أو من حيث الضغط أو من حيث مواكبة أيضا حتى الاحتجاجات التي حصلت في تونس خلال السنوات الأخيرة في ملف الطاقة وحتى الطاقات المتجددة؟ شوف، لا شك أنه نحن عندما بدأنا بال 2013-14 في تونس كنا نعمل على موضوع الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وتمكننا من مساعدة المجتمع المدني من تكوين نفسه على هذا الموضوع، من تكوين قدراتي وفهم القطاع ككل،
ضغط على الحكومة لتكون أكثر شفافية. وكما قلت كان هنالك الكثير من المعطيات التي كانت نشرت والعقود التي نشرت إلى ما هنالك. يعني السباق على الشفافية أنه كان مع المجتمع المدني، المجتمع المدني كان لديه انتصارات، ولكن طبعا كمان كانت هنالك تغيرات تحصل في البلاد، وهنالك كانت تغيرات سياسية وإلى ما هنالك، وكان هناك كمان تغير في قطاع النفط وغاز من شركات مهتمة غير مهتمة إلى ما هنالك. ولكن أعتقد كمان أنه كان فيه الكثير من الاحتجاجات من المواطنين، لديهم حاجات يريدون تلبيتها إتترا. أتذكر يعني حتى كان في فترة أنا كنت يعني موجودة مع الإعلاميين، رحنا لأول مرة دخلنا على شركة الفوسفات في قفصة، ورحنا وشفنا حتى الفوسفات كيف يكون. حتى بعض الإعلاميين حين قالوا أول مرة نحن نسمع دائما عن الفوسفات ولكن لا نعرف ما هو الفوسفات، فدخلنا إلى المعمل ورأينا وعملنا. أعتقد اليوم المعهد يعني يقوم بالعمل مع المجتمعات المحلية بصورة متلاصقة جدا، ويبني قدرات المجتمعات المحلية في المناطق المنتجة للنفط أو المنتجة للفوسفات للعمل مع المكونات المحلية التي تعتبر أنه لديها حقوق وتريد أن تكسب هذه الحقوق. يمكن هي لديها تكتيكات معينة تقوم فيها، ونحن نحاول أن نساهم في تكتيكات أخرى، مثل أنه بناء قدرات على فهم ما هو القطاع واكتساب قدرات على طريقة التفاوض والعمل مع المؤسسات إن كانت الشركة أو الحكومة، ليكون هنالك تعامل إذا بدك مش سلبي ولكن تعامل إيجابي وتعاون بين الجهات للوصول إلى الفوائد المرجوة إن كانت المجتمعات المحلية التي تطمح دائما أن يكون لديها حياة كريمة. ما هي الحياة الكريمة؟ أن يكون لديها بيسك نيدز وأن يكون لديها عمل. يعني المواطن هذا ما يطلبه دائما، أن يكون لديه عمل يستطيع أن يعمل منه بكرامة، ويستطيع حينها أن يغرم، أن يتزوج، أن يكون أسرة ويحلم بأولاده وإتترا. يعني ها نحن كمواطنين يعني أحلامنا هذه هي. وبالتالي قدرتنا على التعامل مع المجتمعات المحلية وأن نفهم متطلباتها وأن يكون لدينا أدوات المناسبة لنعطيهم إياها ليتمكنهم أن يقوموا بعملهم كمواطنين مع جهات المسؤولة، هذا أعتقد ما نقوم فيه بطريقة جيدة، ونلبي حاجاتهم. يريدون دراسات، يريدون أدوات العمل عليها، كل هذا نقوم فيه حسب ما تريده المجتمعات المحلية. شكرا لوري هايتيان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية، على هذا الحوار الخاص الذي تناولنا فيه مسألة الصناعات الاستخراجية في علاقة بالبيئة وبالتنمية المستدامة، وكيف يمكن أن تكون مواردنا الطبيعية اليوم موارد مستدامة تحقق البحبوحة وتحقق جودة الحياة بالنسبة للمواطن، بعمل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني وبين المواطن وبين سياسات الدولة واستراتيجيات الدولة. الصناعات الاستخراجية هو موضوعنا الذي نعود فيه في كل مرة نتحدث عنه، لأنه يتطلب منا فتح المجال للتوعية والتحسيس، فتح مجال أيضا شرح المفاهيم وشرح المفاهيم المتعلقة بالصناعات الاستخراجية، ستجدونه تباعا على منصة كوسموس ميديا. مني إليكم أحلى تحية، مبروك خضير وفريق عمل كوسموس ميديا، يقولون لكم ككل يوم على هذه الأرض ما يستحق الحياة.